السلام عليكم، مساء الخير جميعا. نتكلم اليوم عن الأتاليل النسائية أو التناسلية. طبعا الأتاليل التناسلية هي عبارة عن نتوءات جلدية بتظهر في المنطقة التناسلية سواء في الرجال أو في السيدات. ما هو شيء نادر بس ما هو شيء كمان شائع في نفس الوقت. كثير بتظهر عليهم وما بيعرفوا إيش هي أو إيش معناها أو إيش ممكن يكون لها آثار جانبية على المدى البعيد، فحبينا نتكلم عنها اليوم. الأتاليل التناسلية تظهر بسبب عدوى تناسلية اسمها الـ HPV. الفيروس هذا هو الفيروس اسمه الـ HPV أو الورم الحليمي المش عارف ايه. هذا الفيروس ينتقل عن طريق الجماع في أكثر من 90% من الحالات. مشكلته الوحيدة إنه في منه أنواع تسبب بس أتاليل، لكن المشكلة الأكبر إنه في منه أنواع تسبب سرطان عنق الرحم في السيدات. طبعا في الرجال نادرا ما يسوي لهم مشاكل غير موضوع الاتاليل. فعشان كده احنا يهمنا موضوع الاتاليل لانه علامه انه في مشكله، انه السيده اللي تعرضت للاتاليل وجاها الفيروس ممكن يجيها الانواع الثانيه اللي هي تسبب السرطان. فموضوع الاتاليل موضوع بسيط ويمكن يكون شيء كويس انه جاء المريضه عشان تعرف انه في شيء وراء الالتهاب وانه ممكن يكون عندها قابليه لا سمح الله ان يجيها سرطان في عنق الرحم. طبعا الاتاليل تظهر في الحالات اللي تنزل فيها المناعه، يعني ممكن السيده تقول لك الاتاليل زادت عندي لو كان عندها سكر، لو كانت بتاخذ ادويه حقت المناعه، لو كانت حامل في الحمل كثير تظهر عليهم الاتاليل تزيد وقت الحمل، ممكن تكون قليله وتختفي من حالها. بس في كل الحالات السيده اللي تظهر عندها اتاليل لا تقول هذا موضوع بسيط ما في داعي اقول لي احد، ضروري مره تروح لدكتور او دكتوره وتعمل مسحه لعنق الرحم. زي ما قلت العلاج بسيط لكن تحتاج تعمل مسحه لعنق الرحم عشان تتاكد انه ما يكون عندها النوع اللي هو ال HPV اللي يسوي سرطان، لانه لازم تعمل المسحه ونطمن انه ما عندها لا سمح الله تغيرات سرطانيه او قبل سرطانيه في عنق الرحم، لانه التغيرات هذه علاجها مره بسيط لو اكتشف قبل ما يتحول لسرطان. ممكن الزوجة تلاحظ إن هي ما عندها أتاليل مثلا، لكن لاحظت إنه في أتاليل عند الزوج. فزي ما قلت هذا يعتبر مرض تناسلي، ضروري جدا أي سيدة تلاحظ إن زوجها عنده أتاليل طبعا تقول لي روحي تعالج. بس هو تعالج ما تعالج ما يفرق معاها، هي يهمها لو هو عنده أتاليل لازم هي تروح وتعمل مسح عنق الرحم للاطمئنان حتى لو ما ظهرت عندها. لو سيدة متزوجة وزوجها متزوج واحدة تانية وسمعت إنه طبيبتها عندها أتاليل أو طبيبتها عندها لا سمح الله سرطان في عنق الرحم أو تغييرات قبل سرطانية، ضروري جدا برضه تروح وتعمل فحص وتعمل مسح لعنق الرحم، لأنه زي ما قلت الزوج أحيانا يكون هو الناقل ما بين السيدات وممكن يكون ما عنده أعراض أو إنه يكون عنده أتاليل نسائية. نتكلم في الكلام اللي هو شوية مهم أو كلام شوية زي ما يقولوا ممكن يكون للكبار. لو جات السيدة وقالت إنه عندها أتاليل، أو لو كانت واحدة جات وما هي متزوجة وعندها أتاليل، لازم نعرف إنه الأتاليل هذه ما حتيجي كده بدون أي اتصال جنسي، أو إنه ممكن يكون اتصال زي ما يقولوا سكين تو سكين أو جلد لجلد. فخصوصا لو كانت المنطقة فيها أجراح أو فيها حك في المنطقة أو فيها تقرحات. عشان كده طبعا احنا نعرف انه الجماع ممكن يكون جماع كامل او ممكن ما يكون جماع كامل. فلو ما في جماع كامل وظهرت الاتاليل طبعا السيدة غالبا ما حيكون في عندها مشكلة، انه ممكن يكون عندها لا سمح الله التهابات توصل لعنق الرحم وممكن ان شاء الله غالبا ما حتسوي لها سرطان. لكن لازم يعرف انه السيدة لو كانت متزوجة وكان في جماع كامل لازم تعرف انه عنق الرحم معرض للموضوع ده، وخصوصا وقت مع الحمل احيانا يكون في اتاليل صغيره وتكبر او انه يكون ما في اتاليل وتظهر الاتاليل. عشان كده لو ظهرت اتاليل تحتاج المريضه انها تفحص قبل الحمل، عفوا قبل الولاده في الشهر التاسع عشان تعرف تولد طبيعي او قيصري. لازم نعرف انه مو اي واحده عندها اتاليل لازم تولد قيصري، بالعكس الأغلبية يولدوا طبيعي. الوحيدة اللي تحتاج إنها تولد قيصري لو كانت الأتاليل مرة كثيرة وقافلة المنطقة تماما، في الحالة هذه أفضل تولد قيصري. لكن لو كانت شوية أتاليل خفيفة وتعالجت أو ما تعالجت ما تقلق وممكن تولد طبيعي المريضة إن شاء الله. الشيء الأخير لازم نعرف إنه الأتاليل زي ما قلت أكثر الفيروسات اللي تسببها اللي هي الفيروس الحليمي ده اللي هو الـ HPV 6 و11، لكن في الأنواع السرطانية اللي هي 16 و18.
ممكن تكون خطيرة على حياة السيدة وتسبب لها سرطان. لكن في كل الحالات الآن في تطعيم للبنات وللسيدات ضد الفيروس هذا يسموه جارداسيل أو سيرفريكس، مهم جدا الكل لازم ياخده. أي واحدة ما بين سن 9 و26 ممكن تاخده، وممكن تاخده إلى سن 45. إن شاء الله بكرة أو الحلقة الجاية حتكون عن التطعيم، لأنه أول مرة يكون في تطعيم ضد السرطان، وبعدها حنتكلم عن مسحة عنق الرحم. علاج الأتاليل علاج بسيط. العلاج شيء بسيط جدا، ممكن يكون عن طريق مرهم تحط المريضة على المنطقة 3 مرات في الأسبوع لمدة 6 أسابيع، في النهاية حطيها الأتاليل. ممكن الأتاليل هذه علاجها بالليزر، ممكن علاجها بمواد باردة أو بالتبريد، كلها حلول صحيحة ما فيها أي خطورة. غالبا تروح إن شاء الله ما ترجع مرة ثانية. لازم نعرف إن الصغار في السن كل ما كانت المريضة أصغر كل ما كان عندها احتمال أكبر إنه إن شاء الله يتخلص جسمها من الفيروس، لأنه الالتهاب هذا ما هو شيء مزمن، ممكن يستمر يروح ويجي، لكن معظم الصغار في السن يختفي من عندهم إن شاء الله وتختفي الخطورة. اللي لازم نعرفه إن أي واحدة تجيها أتاليل وتعمل مسحة لازم تكمل طول عمرها تعمل مسحة لعنق الرحم سنويا، يعني كل سنة تعمل باب سمير ضروري جدا. في أتاليل ما في أتاليل لازم تعرف إنه بالطريقة هذه إن شاء الله إن شاء الله تحمي نفسها من سرطان عنق الرحم، لأنه الاحتمال إن يجيها شيء بسيط لكنه وارد، فالأفضل تطمن على نفسها. في النهاية في نقطة مهمة لازم نعرف إنه الأتاليل التناسلية ما لها علاقة بأي أتاليل تانية في الجسم، يعني اللي عنده أتاليل مثلا في رقبته ولا في ظهره ولا بين أصابعه ولا جنب أي شيء ما لها علاقة، يعني مو كل واحدة تجيها أتلولة دحين تقوم توسوس وتقول إنه هذه أتاليل تناسلية ولها سبب وما لها مش عارف إيه، لا هذا شيء مختلف تماما ما له أي علاقة. الأتاليل التناسلية هيحددها ويشخصها الدكتور، دكتور نساء ولادة أو دكتور جلدية أو طب عائلة ممكن يشخصها، فعشان كده زي ما قلت لو ظهرت يروح يشخص ويتأكد من التشخيص. لكن الأتاليل في الرقبة وفي اليد ممكن صح فيروس يسببها، لكن مو شرط إنه يكون لها علاقة بالأتاليل التناسلية أو لها علاقة بالـ HPV. وبالسلامة للجميع.